عمبير 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 لك نسيت أزل. هاي وصلتك لبيتكم، بعد شو تريد؟ يلا روح. أوقف أوقف، لياقتك ما عجبتني، خلي نسوي تمارين سويدية. أني وردة بيضة شكلي جميل، مع أحلى جمالي لما الأمين للصحة جيت بالملهى. أنت شلون ده ترقص ما تقول لي؟ يا أطفال يا صغار اشرب الحليب للصحة للقوة، اشرب الحليب اسأل الطبيب لك مفيد حليب. انت ما تشرب ساعي، اذا تشرب ساعي يصير بيك شورت. اقدر اقول لك قد شغلة شورت لو فانيلة. يلا راح اغيرك اياها على خاطرك. اني وردة بيضة شكلي عزيز، ممن يتعب جسمي اكل دهن قريز. اعجبتك؟ لك شنو؟ لك خطي هذا مدعم؟ لك نظف السيارة عفوفلت يا ابويا. لك يلا امشي يا انبيار. يا ابويا ايدي. يا ابويا لا خطي يا ناس يا عالم، ما حد يسال سياره سياره. لك كافي، ماكو حريق، ماكو لك للاحتياط. والله ماكو حبيبي اخويا، هاي مشتريها ب 25 انا، ومني تعرف هش تطلع لك دخل لشو يا ابويا. لك ماكو. لا والنوب المرور يحاسب عليها. جسمك يوجعك؟ اي يوجعني. ايدك توجعك؟ اخ اخ اخي توجعني. رجلك توجعك؟ مو بس رجلي، حتى الحوض يوجعني. اقدر اقول لك فد شغله؟ قل لي. حوض ما سمعت؟ حط لي هنا بلف. بلف؟ اخ يا ابوي. ارجع لي خلصت. يا ابوي. بدك 25، روح. يلا روح. جيب لي العده وتعال. لك يا عده يا عده، غير افتهم انت ايش تسوي؟ دقيقة بالله، حلقك وجعك؟ اي وجعني. لك ايش راح تسوي الحلقة؟ مو حلقة، فارق بس شوية عدلة. اخ يا ابوي. لك مريض مادات هو؟ وقف خل اعطيك قبلة الحياة. لك يا قبلة ولي. لك شنو؟ جيب لنا بارينه 15 امبير. يا ابوي قتلني. ايش راح تجيب لك؟ بارينه 15. اقول لك فد شغلة؟ قل لي يا معود. برينا الذمة. ابو الشباب المجرمة برينة حتى تثبت ادانتها. يعني شنو برينة؟ بريئة محكمة. بعد فدنا وبعرضها على قاضي التحقيق. يلا يلا بسرعة. قلت لك برينة مو طابوقة. اقول لك طابوقة لو دا سرقة. ذبه ذبه، تعال تعال شيل وياك. لك راح تدفنوني. لا اله الا الله. دفنوني وانا عايش حتى اخلص. لكم بابا هذا مكسر، انتو سويتوه مرجوحة. انت تريد تروح للقبر تنزل لانت وعايش، بعدين يحطوا لك انبوب تصور روحك وتقول ها لقد بدأت ساعات الاختناق. انت ايش تقول ها؟ ايش تقول؟ ايش تقول؟ فهمني ايش تقول؟ هذا مو المغامر اللي يريد يطش. لك بابا هذا واحد دعمته السيارة وتفلش بالشارع. جيب بطانية وتعال بسرعة. يلا ابو ينبي. سعاف يا معودين. يب افرش راسي. اطهى بالقاع. يلا تعال. شو راح تسوون؟ ندعبله. قتلوني. حاره نبدلها نجيب شرشف. لك يا شرشف، وين بغرفه النوم؟ لك وينك ويش علاج؟ لك وينك اسعافات اوليه بهالطريقه؟ لك بليبيا ما شايفك جياني. ليبيا؟ شو تريد تحكي لك؟ لا تقولها. لا ليبيا ليبيا. وجهي لا تحكي عليه. لا ليبيا والله ليبيا. ليش بطاري وجهي؟ عمي ليبيا ايش فيك؟ ليبيا مو ليبيا؟ ايه ليبيا. ايه عافية. بس وجهك مال مصر. من
بنصير بالعشرة قاعدوني.